معنا من العاصمة الأردنية عمان لينا قنوع، وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. ما هي موجة الارتفاعات؟ يعني حاليا نرى أن هناك نوع من الجو الإيجابي يعود للأسواق بعودة أيضا الارتفاعات إلى أسعار النفط. هل برأيك فعلا الإجراءات، إجراءات التحفيز، هي المتسبب الأساسي بهذا الجو؟ عفوا، بالنسبة لأسعار النفط تقصدين؟ نعم، أسعار النفط. نعم، بالنسبة لأسعار النفط، يعني هناك عدة عوامل تدعم أسعار النفط نحو الصعود بعد الانهيارات التاريخية التي انهارت، سواء على تسليم عقود مايو وأيضا على تسليم عقود يونيو وأيضا على برنت، طالت الضغوط البيعية كل هذه الخامات. لكن برأيي ما زالت يعني أسعار النفط نتوقع الاتجاه الهابط لها، لأن هناك التصريحات التي دعمت دونالد ترامب، يقول انه هناك توقعات بان يفرض رسوم جمركيه على الواردات الخام من السعوديه او بايقاف هذه الواردات، وبالتالي ربما تضطر السعوديه الى توجيه الناقلات الى مكان اخر. وايضا التوقعات من دول منظمه اوبك بان يكون هناك يوجد تخفيضات اضافيه للانتاج. وايضا التصريحات من دونالد ترامب ربما ايضا لها التاثير الاكبر في دعم اسعار النفط لجلسه امس واليوم، هو التصريحات الأخيرة بنسف سفن إيرانية إذا تعرضت للسفن أو اقتربت من السفن الأمريكية، مما يشكل خطرا على تلك السفن الأمريكية. بالتالي كل هذه العوامل دعمت أسعار النفط، لكن بشكل عام لا أتوقع أنه استمرار الارتفاع على أسواق النفط. بالتالي أسعار النفط ستبقى هذه الارتفاعات بشكل مؤقت، لأننا يوجد لدينا أزمة في العرض، أزمة في الطلب، أزمة في التخزين. نتحدث عن انهيار في أسعار الطلب ربما 20 إلى 30 مليون برميل. لو جاء انخفاض الطلب بأكثر من 30 مليون برميل يوميا، سوف نرى صدمة جديدة للطلب، وبالتالي سوف يؤثر بشكل كبير في أسعار النفط. بما أن جائحة الكورونا وانتشار فيروس كورونا يطال العالم بأسره، فأسعار النفط معرضة للانخفاض. وأيضا بما أن هناك الإجراءات الحكومية من ناحية الحظر والإغلاقات ما زالت موجودة ولم يتم إلى الآن فتح الاقتصاد بشكل كامل، فهذا يعني ربما سنشهد المزيد من الانخفاضات في أسعار النفط ومزيد في أزمة العرض والتخزين وأيضا الأزمة في الطلب. نعم لينا، تحدثتي عن إجراءات الفتح الجزئي لبعض اقتصادات الدول التي نشهدها حاليا، هل فعلا هذا الفتح الجزئي لبعض الأنشطة التجارية والاقتصادية هو يدل على أننا وصلنا إلى الذروة بالنسبة لفيروس كورونا، أم أن اقتصادات الدول أصبحت مضطرة على أن تدفع عجلة النمو مرة أخرى؟ برأيي يعني لم تصل إلى الذروة. دليل تسارع عدد الإصابات يعني خلال هذه الأيام، تحدثنا عن يوم الاثنين وصلت إلى 73 ألف إصابة، إذا ما قررنا بذروة الأسبوع الماضي التي وصلت إلى 90 ألف إصابة، وبالتالي لاحظنا ارتفاع بيوم الثلاثاء والأربعاء ب 79 ألف إصابة. إذا والذروة يعني التي كانت بالثالث من مارس، هي كانت أو بالثالث من إبريل، هي نتحدث عن 96 ألف إصابة. فبالتالي يعني لا يوجد يعني ما زال هناك بتوقع في ارتفاع في عدد الإصابات، انتشار في فيروس كورونا، يعني لم تتم السيطرة على هذا المرض أو على هذا الفيروس كورونا بشكل كافي. أعتقد أنه استمرار هذا الوباء سيؤثر بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم. حذر أيضا حاكم نيويورك كما ذكرت في خلال التقرير أنه فعلا نتيجة فتح الاقتصاد بشكل غير مسؤول ربما سيؤدي بالفعل إلى يعني إلى تفشي الفيروس مرة أخرى. هناك مخاوف أيضا من منظمة الصحة العالمية بأن هناك قلق من تزايد أعداد الإصابات سواء بإفريقيا بأمريكا الشمالية والجنوبية، فالقلق موجود، لكن ربما سيتم فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطة على ثلاث مراحل، لكن يجب أن تكون بشكل
يعني بشكل منظم حتى لا يعد تفشي فيروس كورونا، لكن أن الاقتصاد بما أنه موجود هذا الفيروس وهذه الجائحة، وبما أن هذا فتح الاقتصاد بشكل جزئي فقط، لا نستطيع أن نقول أن الاقتصاد سيتعافى أو يبدأ بداية التعافي إلا إذا تم فتح الاقتصاد بشكل كامل. أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات.